مع انه يطلعوا الطلاب يقدموا امتحانات عند النظام ولا ضد؟ لا، ضد الموضوع كله نهائيا. شو السبب؟ لسببين. سبب واحد، اولاني عم نعطي احنا نظام شرعي. السبب الثاني، احنا يعني خاصه البنات والشباب ما يعني نظام من هيك اعراض، دائما اعراضنا عم تنتهكها ولا يؤمن الموضوع. عندهم مليان شبيحه بالشباب. انا ضد هالشيء كله، كل مين بيطلع هذا خاين، هذا بايده، هذا عم يعملنا هاجس خوف، لأنه نحن لا نأمن من النظام، لا نأمن من مكره، من خداعه. فما عاد عنا مشكلة إذا بنت عملت فحص بكالوريا أو تاسع أو لا، ممكن تستدركه بطريقة أو بأخرى إن شاء الله وقت سقوط النظام. أنا أرى أنه هن عم يقدموا مو عند النظام، عم يقدموا ببلدهم، بجامعاتهم، بمدارسهم، والعلم هو طريقنا الوحيد نحن نحو تقدم هذا المجتمع. فنحن يجب أن لا نحرم أبنائنا من هذه الجامعات مهما كان السبب ومهما كانت المعازير. العلم هو الطريق الوحيد نحو النجاح. لا، ما ضد الفكرة تماما. شو السبب؟ السبب أنه النظام ما لا يأمن جانبه. السبب نحن صرنا هلأ مقدمين دم وشهداء وجوع وحصار. يعني عم تقدم له انت انتخابات ببلاش، بده يروحوا هنا ينتخبوا. اصلا اي واحد بيطلع برات البلد من هون بده يبصم اجباري. يعني اذا ما قدموا هيك وين يقدموا؟ بده يقدموا هون في حكومه هون. اذا قدموا بيعطوا له، بنتي راح تقدم هون، قدم مع الائتلاف، ما هيك؟ ايه، بيعطوه شهاده معترف عليها. انا ما بايد لاني ما بامن الامن، بس من هالمبدا اني ما بامن. أما بأيد إنه مش هيكملوا تعليمهم، بس ما بأمن أنا إنه بنت تطلع بدون أهلها، ما بأمن. غلط، لأنه نحن لو من أول بداية الثورة كلياتنا كنا إيد واحدة وأمنا كلياتنا إيد واحدة، كنا ما وصلنا لهون. ناس عم تبني مستقبلها على مستقبل ناس تانية. حسن يقدم مثلا امتحانات للائتلاف بحكم إنه إحنا ما عم يحسن يقدموا شيء، ولا حدا لا معترف في شهاداته، لا إن كان بالأردن ولا إن كان بتركيا ولا حتى بلبنان. بدهم يسمحوا مثلا بهالشيء، بدهم يقدموا لهم مساعدات. الائتلاف كتير مقصر هو بهالخصوص، إن كان بالتعليم، ولازم إنه يعملوا أحسن.